والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدة ممثلة مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، سيد الأمين العام لمنظمة وحدة النقابات الإفريقية، سيدات والسادة ممثلو القطاعات الوزارية، سيدات والسادة الرؤساء والأمناء العامون للمنظمات النقابية العمالية، سيدات والسادة ممثلو منظمات أرباب العمل، سيدات والسادة ممثلو الصحافة ووسائل الإعلام، الحضور الكريم، إنه لشرف كبير لي أن أرحب بكم في هذا اللقاء الوطني الذي يجمع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل. يأتي تنظيم هذا الحدث في مسار الحركة النقابية بالجزائر في ظروف وطنية خاصة تمهد الطريق لأفق مشرق على جميع الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. إن فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على إصغاء الصغر والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام. سيداتي وسادتي، لقد قطعت على نفسي عهدا منذ تنصيبي على رأس وزارة العمل أن أبذل كل ما أوتيه من جهد لإعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي بين المنظمات النقابية ودائرتنا الوزارية. فالعمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون إقصاء قناعة شخصية قبل أن تكون التزاما وواجبا مهنيا. فالتحديات المقبلة التي يتعين مواجهتها تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت آخر توحيد قواتنا وتسوية خلافاتنا من أجل إرساء مناخ عمل لائق ترجع فائدته على الاقتصاد بشكل عام. وفي هذا الإطار بالذات فقد شرعت في عقد اجتماعات ثنائية متعددة الأطراف مع منظمات نقابية من خلال مسعى تقاربي صادق وفعال أسفر على تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي. وتتم عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل الأخرى بوتيرة متسارعة للبث فيها وفقا للأحكام القانونية ذات الصلة، وذلك تجسيدا للقرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة المنعقد في يوم 3 أبريل 2019. وتأتي هذه المنظمات النقابية الجديدة لتعزيز المشهد النقابي الحالي الذي يزخر ب 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية للعمال و 43 منظمة نقابية لأصحاب الأعمال تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية. سيداتي وسادتي، لا شك في أن الحوار والتشاور يشكلون سبيلاً ونهجاً متميزاً بين يدي مختلف الفاعلين في عالم الشغل، فهما يمثلان الاتحاد والتآلف كبديل للتعارض والانقسام، والتشاور كبديل للإقصاء، وقوة الاقتراح ك
كبديل لفقدان الثقة وقلة الاهتمام. وسوف نسعى معا في هذا اللقاء بكل شفافية وصدق لتبادل الخبرات ووجهات النظر ومناقشة واقع الحركة النقابية الوطنية، مستهدفين بذلك تذليل الخلافات والفوارق وإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي نواجهها. هدفي بسيط وطموح في نفس الوقت، هو استرجاع الثقة من خلال هذا اللقاء الذي يعتبر بداية لمسار الحوار والتشاور الذي يتعين علينا كل في موقعه أن نعمل على ديمومة مع كافة المنظمات النقابية بدون إقصاء. وأنا مقتنع بقدرتكم جميعا بأن حل المشاكل التي تواجه عالم الشغل لا يمكن أن تتم إلا من خلال النقاش والبحث عن السبل الكفيلة بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والذكية. كل هذه المساعي تندرج ضمن تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة التي تقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية. سيداتي وسادتي، إن المرحلة الحالية من تاريخ الجزائر تعد مفصلية، إذ تنعم بحرية التعبير والحريات السياسية والنقابية، ويتمتع فيها العمال اليوم بكامل الحرية في التنظيم وتأسيس نقابات تتلائم مع خياراتهم وتطلعاتهم. يأتي ذلك في إطار مكتسبات لا يمكننا التغاضي عنها رغم ما يكتنفها من نقائص. فالجزائر صادقت على أغلب الاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ الثلاثية وحرية الممارسة النقابية والتفاوض الجماعي. وفي هذا الصدد تستوجب منا هذه المرحلة تبني مقاربات جديدة وجريئة تقوم على العمل في شراكة بمبدأ رابح-رابح من خلال تدعيم وسائل الاتصال فيما بين مختلف الأطراف. نحن متيقنون كل اليقين بأن المنظمات النقابية لا بد أن تكون قوة اقتراح فاعلة في كل ما يؤثر من قرارات على عالم الشغل بما يتماشى ومصلحة الطبقة الشغيلية والوطن ككل. وفي هذا الصدد يجدر التنويه على أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف يجب أن يضع نصب عينية المصلحة العليا للوطن ووحدة البلاد وسيادتها وفق كل اعتبار. كما يتعين في الوقت الراهن العمل على التوفيق بين تطلعات العمال والتزام مؤسسات آخذين بعين الاعتبار الوضعية المالية للبلاد وضرورة الحفاظ على وسيلة الإنتاج. وفي ذات الحين كل طرف يلتزم بمهامه المخولة له قانونا دون التدخل في صلاحيات الآخر. سيداتي وسادتي، لقد سبق لي أن قلت بأن تجربتنا في مجال الحوار الاجتماعي رائدة في العديد من المجالات بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، لكنها لا تخلو من النقائص. وفي هذا الشأن فإننا
نلاحظ استمرار بعض الادعاءات المتعلقة بالعراقيل التي تعترض ممارسة الحرية النقابية صادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية. ورغم ما تحمله هذه الادعاءات من مغالطات عديدة، فلقد أظهرت بلادنا في وقت قصير تفتحا كبيرا في التعامل مع هذا الملف من خلال استقبال بعثة رفيع المستوى لتقاصي الحقائق، أعطيت لها كل التوضيحات والمعلومات والتي سأعرضها عليكم في نهاية هذا اللقاء. وفي الأخير أؤكد لكم بأن تنظيم هذا اللقاء وتسليم وصولات التسجيل للمنظمات النقابية الجديدة ومعالجة طلبات تسجيل النقابات العمالية المعلقة التي ستوفي الشروط القانونية هي كلها رسائل قوية وواضحة من السلطات العمومية ودليل على المسعى الجديد الذي تنتهجه الحكومة من حيث الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أشكركم جزيل الشكر على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.